اسمعي، هذا الاجتماع مهم كتير بالنسبة إلي، بدي كل التفاصيل تكون جاهزة قبل ما أصل. تمام، شوفك بالشركة. يا بنتي الله يوفقك بشغلك. إن شاء الله. أنتي بتستاهلي كل خير رفيف. طيب يلا روحي، رح تتأخري. تعرفي أنا لسه معي شوية وقت، عم فكر روح على القصر قبل ما أطلع على الشركة. حابة أشوف مراد، يقبر قلبي كتير اشتقت له. بكرة فيك تروحي لعند مراد يا بنتي، مبارح رحتي ورجعتي متضايقة كتير. ما تخافي يا حبيبتي، أصلاً إذا ما شفت مراد رح أكون مزعوجة. مثل ما بدك. رح تتصلي بعمران؟ ايه. شو رح تقولي له؟ ما فهمت. لا تعملي حالك ما فهمتي رفيف، عم اسألك اذا رح تحكي له كل اللي جواتك. حبيب قلبي صباح الخير عمران. شو الموضوع؟ قوليلي. شو بدي أقولك عمران، أنا هلأ عندي وقت فراغ، قلت بيجي وبشوف مراد، واتصلت مشان أسألك إذا كنتوا فاضين وإذا ممكن إجي هلأ. مراد نايم هلأ، ما نام مبارح لأنه. إذا بتحبي تاي بعدين. خير، شو بو مراد؟ سلامة قلبه، هو مريض؟ لا مو مريض، كل القصة أنه عم يحاول يتعود على الوضع الجديد. أوف، ليكون زعل أو مثلاً ما تقبل الفكرة. يا الله شو بدي ساوي يا عمران؟ رفيف اهدي شوي، رح يتأقلم بس بده وقت. أنا بس بدي مراد يكون منيح وما بدي شي تاني بنوب. أكيد رح يكون منيح، بس أنت لا تخافي. إن شاء الله. ممكن تبوسه بدالي؟ طيب. هاي بستو. تحتي هلا. شكرا لك. العفو. بشوفك. بشوفك أكيد. ماشي. بخاطرك. انتبهي على حالك. بشوفك. الله يعينك على هالأم، شو عنيدة يا ابني. رح تجنني. شو نعمل معها؟ لساتك بتحبي عمران من كل قلبك؟ لا ابنوب، ما في هيك شيء. من وين بتجيبي حكيك؟ والله مو من عندي عم جيبه. انتي اتطلعي ورح تفهمي. اف، ما شفت شي بنوب. خلاص روحي احكي مع عمران، هو كمان بيحبك. عم تظلموا بعضكن على الفاضي، يعني انتو الاثنين بتحبوا بعض، وإذا ما بدك تفتح السيرة تقربي منه، يمكن هو عنده كلام يقلك ياه.